كاميرا التلفزيون الجزائري تنقلت إلى أروقة مستشفى محمد الأمين دباغين بالجزائر العاصمة لترصد لكم آخر مستجدات الوضعية الوبائية. مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 يستقبل مستشفى محمد الأمين دباغين بالعاصمة مرضى من مختلف الفئات العمرية. تمكن الفيروس من إيصالهم إلى مصلحة الكوفيد ليختبروا أسوأ مراحل الإصابة بالعدوى وأشدها تعقيدا. لازم يديروا لبابات، لازم يديروا الفاكسة، هذا الشيء يعني لازم هذا الشيء ما لازمش بنادم ما يامنش بالمرض. أخرى كاين البعض اللي راه نقاس يعني بالكوفيد على مستوى الأعصاب، يعني شفنا مرضى اللي ما قدروش قاع يتكلموا معنا لأنه الكوفيد تقاس لهم يعني المخ. ونقولوا انه مستوى التشبع على المستشفى يعني الحمد لله مازال المستشفى يعني يقدر يتكفل بمرضى الكوفيد، وكاين اماكن في مصالح اخرى، لكن الضغط الاكبر اليوم راهو في مصالح الانعاش. ضغط كبير يتحمله الطاقم الطبي والشبه الطبي من خلال استقبالهم لأعداد متزايدة من حالات الإصابات، حيث تتواصل الجهود للتكفل الأمثل بها، وفي نفس الوقت أمل لدى المصابين بالخروج سالمين. أتمنى الشجاع عندك عشجاع، والحمد لله رفيت عن النور. الله يهديه مولدي وفوقه يفوق، وش راه صاير في أمتهم، وش راه صاير في وليداتهم، يفوق السعادة يتوسعوا بنادم ويعرفوا قيمة المرض هذا ويعرفوا قيمة الصحة واش تكون. التلقيح لابد من التلقيح لازم يكون تلقيح، سورتو ما يقولكش أنا إنسان شاب ما نلقحش، التلقيح لحماية الآخرين، ما لازمش نكون واحد، ما لازمش يكون أناني. لا فاكسيناسيون même si elle n'est pas obligatoire mais c'est une responsabilité مسؤوليه للجامع، دونك كل واحد لازم يكون مسؤول عن نفسه، مسؤول على الفرد، مسؤول على العائله تاعو. الامتثال للبروتوكول الصحي والاقبال على التلقيح الوسيله الوحيده لتحقيق المناعه الجماعيه.